بيكرز أو الدراجون هم الأعداء الأساسيون والمتكررون في اللعبة. ينتمون إلى منظمة صيادين وهم عادة ما يكونون أغبياء. يهاجمون في الغالب باللكمات والركلات ونادرا ما يستخدمون ركلة في الهواء. في كثير من الأحيان يسقطون العديد من الأسلحة النارية عندما يهزمون. يمكن لام جينيس الذي يرتدي اللون الأزرق والرمادي مع نظارات واقية مهاجمة اللاعب على دراجاته النارية. يرتدي فيرس اللون البرتقالي والرمادي، بينما يرتدي درايفر اللون الأسود والأخضر. يتمتع بطاقة أكثر من أصدقائه الآخرين.